انا اسولف لك مو بشعور واحد، بشعورين، وهو الجانب حمايه الزوار وخدمه الزوار. شنو اللي فرق بيناتهم؟ شنو تحس هنا وشنو تحس هنا؟ هنا أنا يزيدك فخر بان انت جاي تحمي زائر موسى الكاظم عليه افضل الصلاه والسلام، وهذا شيء ما قدرنا احنا. كل احنا عندنا مواكب، قلنا واحنا جاي نحمي الزوار لازم شنو نسوي؟ نصب موكب، طبعا بتوجيهات السيد امر اللواء، لواء 133 التابع للحج الشعبي، بارك الله به وجزاه الله الف خير على هاي الجهود المبذوله. طبعا اكثر من موكب ناصبين على طول الطريق، وان شاء الله سنه عن سنه يكون تواجد مواكبنا اكثر، وتواجدنا خصوصا بهيك اماكن مقدسه. هسه اكيد البعض مني شاهدنا يقول انتم جانبكم الجانب الامني عليكم وتوفرونه. نعم. لكن الجانب الخدمي للزوار، نعم، شنو يضيف لكم كشباب اليوم؟ فضلا عنكم مثلا رجال امن، كونكم رجال، نعم، امن، شنو يضيف لكم، نعم، لكم على الجانب النفسي والروحي؟ شويه جاي اشوف الشباب من الواجب يجي من الواجب يخدم. تقول له ابوي انت تعبان، يقول لك لا انا خدمه. وللمعلومه عندنا شباب بعدهم الله شاهد ورسوله، يعني يقولون نتمنى بس نريد نوصل نعوف هسه الواجب، بس يخلص واجبنا عمود نجي نخدم. فكيف الشعور هذا واحد يقدر؟ يا رب يوفقكم ويرعاكم ان شاء الله، انه يوفقكم بخدمه زوار اهل البيت عليهم السلام.